حملت والحاجات بقى دي. انت الاهم طبعا، هي من الحملات المهمه جدا لصحه المراه، سواء صحتها النفسيه او الجسديه، كل حاجه ليها علاقه بالمراه والبنات برضو، الفتيات والمراه. ف حاجة جميلة، لأن أنا أصلا كنت جزء من أنت الأهم فترة من فترات، It's my pleasure يعني، كنت جزء منها، لأن هي حملة بجد بتبقى عايزة توصل لكل الستات وتوعيهم بقى حاجات مختلفة تماما بقى في حياتهم. فإزاي بقى برضو تم اختيارك عشان تكوني المتحدث الرسمي لأنت الأهم وتروحي تمثليها في حتت مختلفة وفي البرامج وفي المحافظات والحاجات الحلوة دي؟ والله انا اختاروني في انتي الاهم علشان فكره ال women empowerment، او ان هما بيحاولوا يدوا اكزامبل للستات ازاي ممكن تبقي تمكين المراه. تمكين عموما المراه بالظبط، دي الكلمه اللي كنت بدور عليها. ما هي اي يو سي بتختلف، انا كنت عين شمس فهلحقي كان بالظبط يعني كل واحد يقول لي واللي عليه. بس هم اختاروني عشان فعلا فكره تمكين المراه، عشان هم كانوا عايزين حد يبقى اكزامبل، ان ممكن الست تبقى منفرده وقويه وناجحه جدا ويعني وتقدر تعمل اللي هي عايزاه فعلا. فهو كان اختياري كان على هذا الاساس، ان هم كانوا عايزين يدوا اكزامبل كويس للفكره دي. وانا طبعا ده كانش حاجه شرفتني جدا ان انا ابقى ان انا اتحدث باسم انت الاهم يعني. لا، وحاجه صعبه ان انت بتتكلمي عن حمله، ان انت محاضره رسمي لحاله بتتكلمي عن الستات، فانت بتمثلي بصي كم مليون ست في مصر، وده يبقى شرف ليا. لا، ومفروض يعني توصلي صوتهم كلهم يعني، انت كل واحده نفسها تقول حاجات انت المفروض تتكلمي عنها. طب خلينا نتكلم لفيديو عندك انتشر قوي ليكي وانت بتغني في جامعه، في كورال لجامعه كامبريدج، وكان الفيديو ده انت بتغني فيه بالعربي والام كلثوم، موضوع عمل قلبان. كلمينا عنه شويه. ده حوالي من اسبوعين كانوا جه كورال من جامعه كامبريدج من انجلترا، كانوا عاملين تور، فجم اشتركوا مع الكايرو كورال سوسايتي، ده أكبر كوميونيتي كواير في مصر تحت قيادة مايسترو جون بابوكس. فهم وأنا جزء من الكواير ده، فهم جم عملوا في التور بتاعهم، عدوا على مصر وكانوا عايزين يعملوا حاجة مع الكايرو كورال سوسايتي، فاختاروا إن هم كمان يعملوا أغنية عربي. ولو خدتوا بالكم في الفيديو إن تقريبا 90% من الناس اللي واقفه بتغني ورايا اجانب مش عارف. ايوه، وحفظناهم لما بدات اتثنى، حفظناهم الكورال بتاعها وغنوها، الصراحه كانت جميله. الحفله كانت معموله في ايورت هول، في ايورت هول دي كان المسرح كانت غنت عليه ام كلثوم، وعشان كده هم اختاروا المسرح ده ان هم يعملوا فيه الحفله بتاعتهم. واو، طبعا حاجه حلوه قوي، مشرفه قوي، وفي نفس الوقت ايه ده العظمه دي، ام كلثوم كانت هنا، فدي حاجه جميله. طب فكره اختلاف الثقافات اللي انت يعني كنت لسه بتقولي، انت ممكن تقعدي تغني حاجات في الاوبرا بالالمانيه وبالايطاليه، واصلا مش عارفه هي بتتكلم عن ايه، بس انت بتغنيها، هما نفس الكلام غنوا الاغنيه بالعربي، ممكن يكونوا مش فاهمين هي بتقول ايه، بس هو الفن روح. فانت شايفه قد ايه الموضوع مهم في زي تبادل الخبرات والثقافات، بيبقى مهم جدا في الغنى وفي الفن؟ طبعا، لان كمان احنا لو مثلا اشتغلنا مع انجليز، الانجليز طريقه تفكيرهم وطريقه غناهم مختلفه، اشتغلنا مع المان، الالمان مختلفين، ايطاليان، الايطاليان مختلفين، وكل واحد الكالتشر بتاعته بتعكس على طريقه ادائه للمزيكا. طبعا، صح. فلما بنتجمع مع بعض اولا بنفهم كتير قوي ليه دول بيغنوا كده وليه دول بيغنوا كده، ودي جايه منين، وليه دول بينطقوا كده، وحاجات كده مختلفه جدا. وفي نفس الوقت لما بنجمع دول كلهم مع بعض بتبقى الاصوات ظريفه جدا، حلوة، لان جايه من different performances، وكمان بيعتمد على المايسترو اللي بيقود. فالمايسترو وانس ان هو اتحط قدامنا different مايستروز بيطلعوا اصوات مختلفه تماما، فهي بتبقى ظريفه لما كمان عشان الاوبرا هي تكنيك واحد بسيتس اوف تيتشنجز واحده، فهو منهج واحد. فلما تشوفي المنهج ده ازاي دول مدرسينه وازاي دول مطبقينه وازاي دول دارسينه، بتبقى انترستنج قوي يعني. قوي قوي، بتاخدي كده كمان اكيد خبره اكتر، ايه ده الله ده اتغنت بالطريقه دي لذيذه قوي، ايه ده طب ما نجرب نفس الطريقه، فانترستنج قوي. بما اننا جبنا سيره الغنى، هنسمع حاجه، ممكن نغني فرنش بقى دلوقتي؟ فرنش او اسباني او اسباني او ايطالي، انت قلتي الايطالي برضو.
لا اي حاجه اللي تختاريه. ممكن اديكوا حاجه انجلش؟ ماشي. طبعا جدا. Stars shining bright above you, night breezes seem to whisper I love you, birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me, just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. نوران نزلت صورة عملت ضجة كبيرة جدا، كانت مع نجم الكورة العالمي محمد صلاح، وهو صراحة يعني أسطورة. وصورة برافو انك اتصورت، عرفتي تعمليها ازاي؟ بس الصورة فعلا يا بختك عملت ضجة كبيرة قوي. احكي لنا بقى عن الصورة دي وايه اللي حصل وليه ليه عملت ضجة برضو يعني. والله الموضوع الصورة ده كان موضوع انترستنج قوي. انا كنت في الجيم بتاعي عادي وبتمرن، ببص ورايا لقيت محمد صلاح. اتصور ولا ما اتصورش؟ اتصورت مع محمد صلاح طبعا، كانت صوره لذيذه، استاذنته وبتاع ووقف جنبي وتصورنا، وكانت صوره ظريفه قوي. وخرجت حطيتها على الانستجرام وانبسطت بيها والدنيا لذيذه. جيت على بالليل لقيت الصفحات بتاعت مو صلاح لافرز وفوتبول لافرز والحاجات دي ابتدت شاير الصوره، فقلت تمام لذيذ. تاني يوم الصبح بقى لقيت مكالمه جايه لي الساعه 9 الصبح بيقولوا لي انت حطيتي صوره ومش المفروض تتحط، وانا مش فاهمه في ايه. اتاري بقى انه صلاح عشان كان لازم يجي عشان كان عنده ماتش مع المنتخب، وليفربول ما كانتش راضيه تبعته، لان المره اللي فاتت اللي جاله كورونا فرح اخوه. اوكي. فليفربول ما كانتش راضيه تبعته، خايفه عليه، خايفين عليه. فقالوا خلاص هيتحط اجراءات احترازيه جامده جدا، وهيتحط في فقاعه طبيه، ومفيش حد هيقابله، ولا الاعلام ولا مذيعين ولا حتى ولا في اي بشر ولا اي حد. هو قاعدين في دور في الاوتيل مقفول عليهم بالستاف بتاعهم، ومحدش يدخل لهم، هم والفرقه لوحدهم، محدش بيتعامل معاهم. فهم كانوا في الاوتيل كانوا بيتمرنوا، وانا عضوه في الجيم بتاع الاوتيل، فانا كنت بتمرن انا كمان، ما حدش كان قال لي حاجه ما اعرفش. فطبعا الصوره لما اتحطت على السوشيال ميديا الجماعه بتوع بره شافوها، وفجاه الدنيا اتقلبت، احنا مش حاطينهم في فقاعه، مين دي ودخلت ازاي؟ انا مدربه في الجيم، انا بتمرن عادي يا جماعه. بس فطبعا قلبت الدنيا وعملت شويه مشاكل كده، بس ما شلتهاش. لا شيل مين؟ اصل هي مالها؟ هي واحده، هي اي حد فينا مكانها كان هيروح يتصور مع محمد صلاح. ده كده كده محمد صلاح يا جماعه، ده فخر العربي يا جماعه. بالظبط. لا هو كان ممكن، هو وهو كيوت منه ان هو مثلا كان ممكن يقول لها معلش اصل دي تعمل لي مشاكل، بس هو ما عملش كده وتصور معاها. فهو يعني دي كان ذوق جدا، ده كان ظريف جدا. اوكي طب حلو قوي. طيب احكي لي ايه تاني في مواهب مستخبيه واحنا نعرفها؟ انا حاسه في تمثيل برضو في الموضوع ما اتكلمناش عنه. والله انا بمثل، اتمرنت بقالي سنين بتمرن تمثيل، ورش وفي الجامعه وبره مصر وجوه مصر وحاجات زي كده. حاليا شغاله على شويه بروجكتس يعني، بس ما اعلنتش عليها لسه، بس هوبفلي يعني داخلين في حته ظريفه يعني. طب نوران ايه بقى خططك اللي جايه؟ اكيد انت حاطه بلان وعامله حاجات، بتقولي مثلا انا عايزه امشي في التراك ده شويه، عايزه اركز في ده شويه، عايزه اشتغل على نفسي اكتر في الحته دي، ايه بقى الخطه اللي جايه؟ والله انا خطتي جزء كبير منها هو التطور بتاعي انا شخصيا. فانا باخد كورسز كتير ليها علاقه بالسيلف هيلب والديفلوبمنت، والحته دي شغاله فيها كتير قوي. حلو قوي. وطول الوقت بروح ريتريتس ليها علاقه بالهيلينج وبالحاجات، وايه مروقه على حالي خالص يعني. فالموضوع ده جزء كبير جدا من حياتي. غير كده انا مركزه طبعا في ان انا اخلص الدكتوراه، ويعني ادينا شغالين وادينا شايفين الحياه شايلين لها. بس انا بقول لك انا جايه اتبسط وامشي في الدنيا دي. لا عجباني قوي طريقه تفكيرك، فكره البساطه في فعل الاشياء. مثلا ده انا مسحوله، ده انا عندي دكتوراه، ده انا مسحوله بجري من القناه دي للقناه دي من الحمله. لا تاخد الموضوع ريلاكس، انا بعمل حاجه بحبها، انا بستمتع، انجوينج، انا مش بجري في حوالين نفسي، لا انا بستمتع بالاشياء اللي بعملها. فانا عاجبني طريقه تفكيرك. انا فعلا لو في حاجه مضايقاني ما بعملهاش.
لان انا ما حاطه نفسي في حته اللي انا مش محتاجه اعمل اي حاجه تضايقني. بالظبط، لو العمر مش بعزقه بالظبط، احنا جايين مره وماشيين. لا قالت لك انا مروقه على حالي، بس على هي احلى حاجه في الدنيا. زي الفل زي الفل يا جيرمينا. نوران انت نورتينا، وانا مبسوطه قوي بالانترفيو ده، وانت بجد جميله ونموذج فعلا مهم ان كل بنت كده تشوف الحاجات اللي انت بتعمليها وتبقى فخوره بيكي وتبقى عايز تعمل زيك. فثانك يو ان انت نورتينا. نوران نورتينا، وان شاء الله نكون معاكي بقى وانت بتناقشي الدكتوراه عشان نشجعك. يا ريت، ونبقى وشنا يا رب وشنا يكون حلو عليكي يا رب. ان شاء الله، ونورتينا جدا. انا مبسوطه قوي اني كنت معاكم النهارده.